سبحان من ستر سر الخصوصية بظهور البشرية وظهر بعظمة الربوبية في إظهار العبودية. متى أعطاك أشهدك بره، ومتى منعك أشهدك قهره، فهو في كل ذلك معترف إليك ومقبل بوجود لطفه عليك. نعمتان ما خرج موجود عنهما، ولا بد لكل مكون منهما، نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. أنعم عليك أولا بالإيجاد، وثانيا بتوالي الإمداد. خير أوقاتك وقت تشهد فيه وجود فاقتك، وترد فيه إلى وجود ذلتك. العارف لا يزول اضطراره، ولا يكون مع غير الله قراره. أنار الظواهر بأنوار آثاره، وأنار السرائر بأنوار أوصافه. لأجل ذلك أفلت أنوار الظواهر، ولم تأفل أنوار القلوب والسرائر. ولذلك قيل إن شمس النهار تغرب بالليل، وشمس القلوب ليست تغيب. ليخفف ألم البلاء عليك، علمك بأنه سبحانه هو المبلي لك. فالذي واجهتك منه الأقدار، هو الذي عودك حسن الاختيار. من ظن انفكاك لطفه عن قدره، فذلك لقصور نظره. لا يخاف عليك أن تلتبس الطرق عليك، وإنما يخاف عليك من غلبة الهوى عليك. متى جعلك في الظاهر ممتثلا لأمره، ورزقك في الباطن الاستسلام لقهره، فقد أعظم المنة عليك. أمرك في هذه الدار بالنظر في مكوناته، وسيكشف لك في تلك الدار عن كمال ذاته. علم منك أنك لا تصبر عنه، فأشهدك ما برز منه. لما علم الحق منك وجود ملل، لون لك الطاعات، وعلم ما فيك من وجود الشره، فحجرها عليك في بعض الأوقات، ليكون همك إقامة الصلاة لا وجود الصلاة. فما كل مصل مقيم